استماع مسي معكم حتى لسبعة ونص متاع العشية. باش نحكي توا على الشأن التربوي ونتمو على الباك اليوم كما نعرفوا بداية ذي الكل. باش نحكي فيه توت سويت مع ضيفتنا السيدة جودة دحمان موجودة معنا عبر الهاتف. الانترفيو دو كلاب مدام دحمان مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة إكسبريس إف إم. شكرا لكم على الاهتمام. شكرا لك على تدخلك معنا. سي دوفنو ان كلاسيك مدام، نحكيو على التسريبات في امتحان البكالوريا اليوم. إلا فالو 5 مينوت باش يخرج دفوار الفلسفة، شنو رايك؟ هذا لو كلاسيك كي تو. للأسف معناتها أنا نحب نقول أول قبل معناتها قبل ما نبدأ، كونه ثم قضايا تهم الشأن التربوي في وزارة التربية، هي ليست محل لا للمزايدات ولا للمغالطات ولا للشعبوية، وخاصة ليست مجال لتسجيل النقاط. علاش؟ خاطر معناتها اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكل الهياكل النقابية نرجو النجاح والتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا المجتهدين، ونرجو زاد النجاح المتميز لامتحاناتنا الوطنية، وكونها تصير في ظروف باهية تحقق وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا وبناتنا الكل. هذا ما يمنعناش كوننا الحقيقة نقولوا اللي لازم يتقال، كونها تواتر عمليات الغش هذية، كون امتحان يخرج ثلاثة دقائق ولا درج بعد ما تنطلق الامتحانات، هذه حاجة مش باهية، هذه حاجة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، عندها ارتدادات نفسية خايبة برشا على التلميذ وعلى الولي وعلى المربي. خاطر التلميذ يجتهد ويتعب، وولي معناتها يدفع نهب قلبه باش يقري صغيره وباش يتعب وباش معناتها يأمن له حظوظه للنجاح، يخرج من بعد التلميذ يسمع كونه امتحان خرج بعد ثلاثة دقائق ودرج، ما خرجش هكاك، خرج على خاطر امتحان هي عملية غش، والامتحان هذايا باش يعاود يتخدم ويعاود ياخذه هو من بعد بالكيت ولا بالآلات هذه توا المتطورة. معناتها كونه عملية الغش في حد ذاتها صحيح موجودة في الامتحانات الكل، صحيح في البلدان الكل، صحيح كونه ما نجموش نقضيو عليها نهائيا، خاطر هذايا يولي مغالطة وتولي منطقة نتاع شعبوية. لكن زاد الخطير كونا نطبعوا مع الغش اللي قاعدين نعيشوا فيه العوام الاخرى الكل، وبتقنيات راهي متطوره، خاطر حتى التقنيات المتطوره ما عادش معناتها غريبه، تو عندنا مده نحكيو على الكيت ونحكيو على الحمصه الصغيره اللي تتحط في الوزن، ونحكيو على لي لونات ونحكيو على لي براسلي، معناتها حتى ذي ولينا معناتها ولا حديث كل عام، كونها زادت وتكون استثناء نجموا نفهموا، اما تولي القاعده وكل يوم الامتحانات تخرج بعد درج وبعد درجين في المواد الكل، زاد معناتها ما نجموش نسكتوا عليها. هي ما شكون يتحمل مسؤوليته الشيء هذايا؟ شكون يتحمل مسؤوليته؟ هاني قلت لك انا بعيدا عن منطق تسجيل النقاط ولا الحسابات، راهو في الاخير ثم الاطراف المتداخله، ثم في الاخير وزاره التربيه، ثم المسؤول على وزاره التربيه هو السيد وزير التربيه، هو كما يتحمل جزء كبير من النجاح، ثم كي يبدا ثم اخفاق ما يجمش باش يتحملوا السيد وزير التربيه. اليوم المساله معناتها تقلق ولا تحديث الناس الكل وامتحانات على معناتها صفحات التواصل الاجتماعي، هذا تتحمل وزاره التربيه. انا نحب نعرف حاجه، كون الامتحان الوطني على اهميته بالنسبه في حياه التوانسه معناتها الكل، معناتها هذايا معناتها تتويج لمسار وزارة التربية اليوم بالنسبة للامتحانات الوطنية، المسألة ما تخصهاش هي بركة، هذايا ثم تعامل مع وزارة الداخلية، ثم تعامل مع وزارة الاتصال. السؤال الذي يسأله، هل أنه اليوم هالشبكات الإجرامية هي عندها إمكانيات أقوى من إمكانيات الدولة؟ هذا خطير زادة. إذا وزارة معناتها إذا الدولة بكل إمكانياتها، أنا سمعت السيد الوزير اليوم تدخله الصباح ويحكي كونه ثم شبكات في ولاية معينة، وكونها عاملة شبكة متاع اتصال بالولايات الأخرين اللي يصبوا لهم الامتحانات ومن بعد تخدم. إي أنتم عندكم المعطيات أكثر من الناس الكل، وعندكم الإمكانيات باش معناتها باش تقفوا باش تفيقوا بالناس هذوما، وهاني قلت لك حتى توا اللي نحكيه على التقنيات الجديدة المتطورة، حتى هذه التقنيات الجديدة المتطورة راهو عندنا
قديش من عام نحكيو عليها. كل شيء كل شيء مباح توا، كل شيء ولا تقريبا لا مو بس صديقي أفر مو بس معناتها ما بختوناش الناس اللي تغش يا اخي عاملين، مش حكينا على الكيت وعلى وعلى لي لونات ولا لا لا فما توا حتى كاريمون دي جروب على فيسبوك يقول لك معناتها حتى سامحني في الكلمه بتواطئ مع الاساتذه، معناتها الاساتذه هي اللي السيد وزير التربيه في ندوه صحفيه اخذ اجراء، الاجراء مبطن فيه كونه تشكيك، وطالب بكونه الاطار التربوي الكل اللي نحييه على كل المجهودات القايمين يدخلوا ما غير هواتف. قلنا نحن كل خطوه هذا يطبق، هذا يطبق، هذا يطبق، الطبق هذايا لي زونسينيون دخلوا ما غير تليفونات بيان سور، دخلوا ما غير تليفونات. الناس التزمت التزمت، ولو كان ما التزمناش نحن راهو وليت على خاطر نحن ما التزمناش، اي اليوم الاطار التربوي التزم وما دخلوش بالتالي بالهواتف. لكن راهو المساله كون شي كان نحبوا نحن نتعاملوا معها بسطحيه ونحبوا نمشيوا ونخليوا المشكله وقلب الداء ونحكيوا على المسائل الاخرين، المساله اعمق من هكا برشا يا صديقي. المساله هذه شبكات، قلت لك السيد الوزير تحدث الصباح ويعرفوا كونه ثم شبكات اجراميه منظمه تمشي للاصل الداء، صحيح كونه كل طرف معناتها يكون متورط هو طرف ما تجمش تحميه وهو طرف مدان، ولا بد ان يطبق عليه القانون في 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 حده الاقصى، على خاطر هذه قلنا حاجه امتحانات وطنيه، وهذه حاجه تلعب على اعصاب العباد، وهذه حاجه فيها ظلم للتلامذه وظلم للناس اللي قرات واللي تعبت، المربين والمربيات، وظلم للعائلات والاولياء اللي تعبوا واللي خدموا. ولكن راك باش تعالج مسائل كيف هذه لازمك تمشي تحط صبعك على الداء، لابد من كونك تضرب الراس الكبيره. نحب انا عاودت قلت لك حاجه واضحه، نحب نفهم وزاره التربيه بكل امكانياتها مع وزاره الداخليه مع وزاره الاتصال كيفاش الشبكات هذيا على مر السنين الاخيره قاعده باقي تتصرف وتطور في خدمتها، والوزاره لتوا ما نجموش يوقفوهم قبل ما تبدا الامتحانات وما نجموش يشلوا لهم التواصل نتاعهم. صحيح كل راهو طرف بشيت كل طرف كل طرف، الولي اللي سكت واللي يجب يخلي ولده يسمح له، التلميذ ولا اللي المربي اللي باش يخدم، اي انسان متورط في هذايا نحن موقفنا واضح. ولكن لا عندهم بار دو ريسبونسابيلتي مدام، لا عندهم بار دو ريسبونسابيلتي في الشيء هذايا والتجاوزات هذه اللي قاعده تصير كل عام. فيش ريسبونسابيلتي نتاعهم المربين لا في لي فويت نوتامون. نعم صديقي في لي فويت فالتسريبات هذوما شكون قال لك يخدموا فيهم مربين؟ شكون قال لي يخدم فيهم مربين؟ شكون قال لك يخدم فيهم مربين؟ معناتها بالضروره البروف دوفوار معناتها ما سميش، انا قلت لك من حيث المبدا كل من يثبت تورطه فهو مدان. ولكن ما عندكش انت توا معناتها معطى صحيح يقول لك اللي يخدم فيهم هو استاذ، خاطر دوفوار الفيزيك كي يخرج مش بالضروره يخدموا استاذ فيزيك، ومش بالضرورة يخدم فيه أستاذ معناتها فيزيك مباشر في القسم. شنو ما تجمش واحد متخرج وقاعد يخدم فيه معناتها معناتها مش بالضرورة مش بالضرورة يكون أستاذ هو اللي يخدم معناتها اللي يخدم الإكزامان. أكيد يا أخي معناتها مش بالضرورة أستاذ مباشر يخدم فيه. أما هاني قلت لك راهني المسألة أعمق، حتى التلميذ اللي يقوم بعملية الغش وهي مدانة فهمت، هو معناتها اضعف واحد في الحلقه هذه. انت عندك شبكات اجراميه اليوم هاكم تعرفوها اللي موجوده في احدى الولايات، وتعرفوها كيفاش قاعده تعمل عندها غيزو كامل مع الولايات الاخرين. اي يا صديقي الدوله ويني باجهزتها في كل عام قاعد يتكرر. هاني قلت لك ما تنجمش تقضي عليها عمليه الغش بتاتا، اما كونه يولي معناتها الغش قاعده وكل يوم، الحقيقه المساله راهي فيها ضرب حتى معناتها القيمه للامتحان، فيها ضرب بصوره الامتحان الوطني بصوره تونس. وماهيش قلت لك هذايا نقولوا فيه بكل مراره، نحن نرجو ونتمنى كون الامتحانات الوطنيه تصير في احسن الظروف، وكونها وزاره التربيه تنجح في كونها تشرف بنجاح كبير على الامتحانات الوطنيه وتحقق مبدا تكافل الفرص بين ابنائنا التلاميذ. ما تشوفش اللي فما شويه تهاون على مستوى العسى من الاساتذه في ليزيكزامان؟ اعذر لي العسى من الاساتذه، الاستاذ شنو مطالب؟ الاستاذ في القاعه ثم زوز اساتذه، ثم رؤساء نتاع مراكز امتحانات. واضح شنو معناتها شنو اذا هو الوزاره ديما تقول لك هو عنده تقنيات متطوره جدا ويدخل بمناقل وبمرايات نحن ما نجموش نشوفوه ما نجموش نفيقوا.
ما فماش تقارير المربين اللي قاعدين يراقبوا في الامتحانات، راهو قاعده تكتب مئات التقارير، والاستاذ هو احرص انسان كونه تتامن وما تصيرش عمليه غش في القاعه اللي يعس فيها، على خاطر هذيك تتكلف له كونه يقعد يحقق سيف كامل. وانت مثلا سوبوزون راسيك في تونس والوراق مشاو لقبلي، من بعديك تلقاك تحقق غادي، معناتها حتى واحد لا عنده مصلحه من كونه معناتها ما يحرصش على نجاح العمليه. الاكزامان تاع الفيلو مدام، الاكزامان تاع الفيلو كيفاش خرج وبودو 5 مينوت؟ هذا هو هذا هو السؤال، معناتها ما يا اخي ما هذا هو اليوم انت هذا هو اللي قلته لك. توا السيد وزير التربيه قال لك الاطار التربوي كاملا ما يدخل حد بتليفونه، رغم ما في ذلك من تشكيك مبطن، والتزم الجميع ونحييهم على التزامهم. اي وهي خرجت باهي، هاي خرجت الامتحانات، هاي خرجت. لو كان نحن ما التزمناش والاطار التربوي لم يلتزم، يقولوا ما لها هاكم خلاه مناش. اي اليوم هاو الناس التزمت، هو زاد ثم وزاره هي اللي تشرف على الامتحانات، ولابد راهو من كل طرف يتحمل مسؤوليته على قد الحاجه اللي هو يتحملها. ما يجمش زاد الناس الكل تتحمل مسؤوليتها وتخرج وزاره التربيه من هذايا الكل ترمي الكوره للناس، معناتها مانيش نحن شكون مسؤول على الامتحانات؟ هاكم تعرفوهم انتم لي غيزو نتاع، تعرفوا اللي كونوا الشبكات نتاع الغش. دونك فما تقصير، دونك فما تقصير من عند الوزاره، هذا حسب فهمت من كلامك. هذايا التقصير راهو من عند الوزاره مش تقييم، التقصير من عند الوزاره راهو هذايا توصيف. صار غش السيد الوزير خذا اجراءات لكذا التزم الجميع، قالوا وسائل التسريب تنجم تكون يا خويا ما ثم حتى حد فوق الشبهات بما فيه الاطار التربوي كاملا، وحتى حد لا يدخل بالتليفون ما عدا رؤساء معناتها مراكز الامتحانات، التزم الجميع وخرجت الامتحانات. اي شنيا؟ الوزارة بالطبيعة تتحمل جزء من المسؤولية، وهاني قلت لك مش نحملوا لها في جزء من المسؤولية، راهو في إطار تسجيل النقاط، ولكن على غالب نقولوه بمرارة كبيرة اللي لازمو يتقال زاد لازمو يتقال، ما نجموش نغلطوا به. وهذه شبكات الغش يا أخي ما تحن ما نحن توا جاتنا جديدة السنة، عندنا قداش من عام ونحن نعانيو فيها وما لقينا لهاش، ما لقينا لهاش حل على خاطر ما لقينا لهاش، وعملنا في الالات نتاع التشويش اللي ظهرت من بعديك صفقه فاسده وطلعوا ما يخدموش وما عندهم حتى شيء، وتطوى الملفات. هاني قلت لك راهو توا اليوم كي تسمع السيد وزير التربيه يتحدث راهم عارفين الشبكات نتاع الاجرام، يحكي عليهم يقول لك راهم موجودين في ولايه معينه وعندهم ريزو يتعاملوا معاه. مهما كانت امكانياتهم راهو تولي حاجه خطيره برشا، وقت اللي تولي الشبكات الاجراميه عندها امكانيات تفوق امكانيات الدوله. كيقول وزير التربيه سي فتحي السلاوتي مدام دحمان يقول لك انه 95% من ميزانيه الدوله ماشيه اجور للاساتذه، شنو تفهم انا من كلامه هذا؟ ماشيه للموظفين باعتبار وزاره التربيه ساعه اكبر وزاره تشغل، وباعتبار زاد معناتها ما فهمتش انا، هذه مش اول مره يقولها السيد الوزير. شنو هو المطلوب بالضبط؟ هل انه اليوم المطلوب، ومع ذلك نقول للسيد الوزير رانا عندنا نقص في الاطار التربوي وكل عام يقعدوا تلامذه يعديوا بالشهر وبالشهرين، مش كان كان هذايا مش تريميستر في مواد اساسيه يقعدوا من غير اساتذه، واليوم انت عندك مشكله ناقصه كبيره في الاساتذه اللي لازم تخدم، ولو كان مش النواب مسكرين جزء من المشكله هذه راهي المصيبه اكبر. ما هو الحل؟ الحل يوليش الاساتذه نخدموا بلاش فلوس؟ هذا هي منطق، ما انت ما الكلام هذا ما عنده حتى معنى. وزاره التربيه رانا نتعاملوا معاها مش وزاره كيف وزارات الكل، وزاره التربيه ساعه اولا طاقه التشغيل نتاعها الموظفين اللي في وزاره التربيه لا علاقه لهم من حيث العدد بالوزارات الاخرين. شنو معناتها المقترح؟ نقصوا في نعملوا استاذ الفرنسيه يجم يقري هو اللغات الكل، ولا نختاروا استاذ نتاع لغه يقري اللغات الكل، واستاذ علوم يقري المواد الكل؟ معناتها هذايا هل انه نحن بالمنطقه هذايا وشنو الاضافه اللي جبناه باش نجموا نقدموا نحلوا المشاكل نتاعنا، مع العلم كونه الشهريه نتاع الاستاذ اليوم لا ترتقي الى الحد الادنى. وكل النضالات والمسار النضالي الذي سيخوضه المربين والمربيات سيكون عنوانه الاول، وسنقولها معناتها بكل وضوح، هو معناتها مراجعه معناتها مرتبات الاساتذه.
ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، مشكور على تدخلك يعيشك بارك معنا، الله شكرا فيك. شكرا، جزيلا لك. نتمنى ونرجو التوفيق لكامل ابنائنا. نحب نقول التلامذه اللي قاعده تتعب وقاعده تجتهد، راكم انتوما في الطريق الصحيح، راهو غدوه تاخذوا شهادتكم بافتخار كبير، وراهو عمليه الغش صحيح حتى كان ما يتفطنوا لهش توا، راهو نحب نقول لهم راهو في الاصلاح يتفطن اللجان الى عديد عمليات الغش، انتوما في الطريق الصحيح، الاخرين في الطريق الغالق. كملوا وربي معاكم وحظ موفق لكل من اجتهد ويستحق النجاح. شكرا لك مدام جودة دحمين، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وبالتوفيق لطبعا تلاميذ البكالوريا. موعد الأخبار توت سويت مع الزميلة نوي عام، بعد نستقبل ضيفنا القيادي في حزب الوطد السيد أيمن العلوي.